أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من يتصدق على الفقراء والمساكين قاصدا أن يشفي الله مريضه، حيث جاء في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، هل هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ لا بأس بذلك، الصدقة يدفع الله بها البلاء، هو يقصد ثواب الله ويقصد أيضا أن يدفع الله عنه ما أصابه وأصاب ولده، لا بأس بذلك. نعم.